بسم الله الرحمن الرحيم. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 29 سبتمبر أيلول 2023، بيدخل القمر برج الحمل الساعة 3 صباح. البداية مع برج الحمل، بتفرح لانفراج ملموس وترتفع فرص النجاح وتشتد عزيمتك وتقوم بخطوة مباركة وتتلقى إشارة إيجابية. فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد عواصف اليومين السابقين. هناك انطلاقة في هذا اليوم سريعة ومشجعة، وقد تهتم باستعادة موقعك، وقد تتحمس لبدء مشروع طال انتظاره. هناك انفراج وأخبار سارة بعد طول انتظار. هناك تقدم وانفراج ملموس بعد مراوحة المكان أو الركود اللي انت كنت عليه. عليك التحلي بقى بالحكمة وواقعية للأمور، حيث تشتد عزيمتك وتستعيد سيطرتك وتحقق نجاحا باهرا. برج الثور، قد يحتاج إليك أحد الأحباء، وقد تحتاج أنت بدورك لمساعدتهم. تفتح أمامك أبواب الحوار والنقاش، برر موقفك ووضح سوء التفاهم، وحاذر من انتكاسة شخصية أو عائلية. فترة فارغة من الطاقة من كل خبر أو من أي حسم، حاول إنهاء هذا اليوم بسلام، لأنك ممكن تواجه ضغوط وعراقيل، ممكن تواجه امتحانات صعبة، ممكن تخسر صفقة تجارية. الوقت مش ملائم لأي بداية أو للخوض في أي تحديات ولا أي جدالات مع أي حد ولا الحسم أمور. أما المناسب لإيه؟ إنك تفكر وتخطط لما هو قادم. عندما يدخل القمر إلى برجك سوف تتغير الأمور رأسا على عقب لمصلحتك. برج الجوزاء، لا تبقي نفسك وحيدا ولا تبخل بالرأي أو المساعدة على أحد. ناقش بثقة وبمرونة، ناقش بحرية تامة، لا ترضخ لشروط لا تعجبك ولا ترضيك، ولا تقبل بشروط تكون تعجيزية. فترة انسجام، فترة تحالف، فترة مميزة للتقارب ولتبادل الدعم والمعرفة والتعاون. بتكسر حركة التواصل مع الآخرين وتشارك يا عزيزي في نشاط ما. عزز تحالفاتك، يناسبك المشاركة في مختلف الميادين وفي مختلف النشاطات الاجتماعية. الهدف هو العبور نحو السلام، حيث تنشغل بترتيب أمورك وأيضا ممكن أن تقاوم التعب. برج السرطان، قدم أفضل ما لديك من خبرة، قدم أفضل ما لديك من معرفة. حاذر من الإهمال، حاذر من التوتر، حاذر من الارتجال، فقد تحصل على فرصة ثمينة لكي تطور موقعك. تصالح مع أخصامك يا عزيزي، تصالح مع أحبائك، تحرك نحو أهدافك، كرر المحاولات اللي فشلت قبل كده هتنجح معاك النهاردة. لا تستسلم، كن مصرا على إيجاد الحلول، كن مصرا على إيجاد الأجوبة. ابحث عن الهدوء ولا تبالغ في التفاؤل ولا تبالغ في الرهان على الارتجالية، ولكن حضر كلامك جيدا، حضر عملك جيدا، حاذر من الأخطاء، تجنب إلقاء اللوم على الأحباء أولا ثم على الآخرين، تجنب الكلام الجارح. برج الأسد، تشعر بحرية في اختيار القرارات وتصغى إلى آراء تنير طريقك وتنير دربك وتستوعب الأفكار الجديدة والمختلفة. فترة مناسبة للسفر أو للتعامل مع أناس غرباء أو وجوه جدد. يجب توظيف الطاقات لتتخطى العقبات. تقوى الحظوظ يا عزيزي، وترغب في اختيار مغامرة جديدة وتفرح لبدء تقدم لجهودك، وربما تخطط لرحلة أو لسفر بعيد أو تقدم أفكارا جديدة. من أجمل أيام الشهر وأكثرها حظوظا. لا تضيع الوقت الثمين، تتطور بعض الأمور وتفرح لانفراج أو تفرح لسفر أو لتسوية أو حتى لمصالحة. تعيش فترة جميلة من الحظوظ القوية وتعيش فترة قوية من العواطف. برج العذراء، حاذر من خلاف مع القانون، تجنب القطيعة في العلاقات، عالج المسائل الطارئة بهدوء وبحكمة، وتجنب التوتر كليا. راعي ظروفك الصحية، لا تهمل المعاملات الاستشفائية وغيرها، تحتاج لإعادة النظر
في استراتيجيتك، تحتاج لإعادة النظر في تسليط الأضواء على مهارتك وعلى لبقتك كمان في الحوار أو النقاش. قد تضطر لقبول بعض الاقتراحات، تتحدث وضعية الكواكب عن استراتيجية جديدة، كلام جديد، تخطيط جديد، استعادة موقع، منورة تحتاج إلى استشارة أهل الاختصاص. برج الميزان، تشعر بغضب، تشعر باستياء لانعدام التفاهم والثقة بينك وبين الآخرين. من أصعب أيام الشهر وأقلها حظوظا، حاذر المشاكل القانونية، هناك خلافات، هناك معاكسات، تقسو عليك الظروف وتخاف من مؤامرة تحاك ضدك، حاذر من اعتماد أسلوب عدائي، حاذر من احتمال أسلوب مش كويس لمواجهة المواقف، تجاهل كل ما لا يعجبك كأنك مش شايفه، لكن بدون ما تثير المشاكل. برج العقرب، تتزامن الواجبات وتصعب وقد تضطر للعمل وقتا إضافيا، حاذر من المشاكل الصحية ولا تهمل الواجبات أو المسؤوليات اللي وقع على كتافك، لأن هيجي لك أعمال تانية. باكر إلى العمل ونسق جيدا بين مختلف الواجبات، ادي أهميات ودرجات للأهمية. خد بالك من الصعيد الإداري أو الصحي، لأنك ممكن في وسط الهيصة دي كلها تستطيع أن تقدم أرباحا عديدة، شرط التحلي بالموضوعية. استمر واستثمر في استقرار أوضاعك ولا تبحث عن المجازفات، بل باكر إلى يومك بدري، لا تخالف القوانين، احترم المواعيد، احترم الالتزامات المهنية، حاذر المتاعب من كثرة الأعمال. برج القوس، تفضل اللقاءات الحميمية بعيدا عن الصخب، لا تتوقع من أحبائك تفاهما كبيرا، ما تهملش واجباتك تجاههم، لا سيما ولادك الولاد. فترة هادئة مع الأحباء من أجمل فترات الشهر، تتحسن الظروف وترتفع المعنويات وتزداد فرص النجاح والتقدم والازدهار بشكل كبير، باستطاعتك التمتع بلقاءات رومانسية عذبة أو تصحيح علاقات مع الأحباء أو تصحيح علاقات مع أحد الأبناء، بتنجح مفاوضاتك وتحقق أعمالك تقدما واضحا. عليك أن تخصص وقت للعيلة، بيحيطك الفلك بالحيوية والحماسة لمتابعة المساعي ولمتابعة التواصل مع المحيط. برج الجدي، قد يحمل لك هذا اليوم بعض التوتر أو بعض الاضطراب، رفه عن نفسك، هناك قلق بشأن أحد أفراد العيلة أو عطل منزلي أو مرمات منزلية من أتقل أيام الشهر وأقلها حظوظا، أنصحك بسبيكة زحل. لا تنفرد برأيك وكن داعما لأحبائك، هناك عودة، هناك انشغال في مسألة عقارية، بيع عقار، شراء عقار، نقل من مكان لمكان، حاذر من الاصطدام مع الشريك أو أحد أفراد العيلة حول وجهة نظر، هيبقى عندك شوية قلق أو شوية اضطراب، أنصحك باقتناء سبيكة زحل، هتنشغل بحل مسائل عائلية شخصية. أما برج الدلو، كن منفتحا، عالج الأمور بمنطق، لأنك قد تفرح بتضامن مع قضيتك أو قضاياك وتحتاج إلى استشارة أهل الخبرة وأهل الاختصاص في هذا الوقت، فالظروف لا تسمح لك بارتكاب الأخطاء ولا للارتجالية. فترة مناسبة للزيارات، فترة مناسبة للامتحانات، فترة مناسبة لورش العمل، دافع عن وجهة نظرك حيث تتمتع بأفكار ذكية وبسرعة خاطر كبيرة جداً، تتمتع بقدرات فكرية كبيرة، تدفعك الظروف للخروج من مكانك وتدفعك الظروف للمشاركة بثقة وتقوم بزيارة أو قد تلبي دعوة اجتماعية مع المحيط، تستوعب الظروف يا عزيزي وتتكيف معها بسهولة. فترة تواصل بناءة مع الآخرين حيث تتمتع بنشاط ذهني بيسمح لك بالمنافسة القوية، لا تضيع على نفسك الفرص ولا تسكت على مضض. أما برج الحوت، فبتحدث تغيرات على الوضع المالي، وممكن تنشغل في بحث قرض أو قسط أو دين يناسبك تكثيف التحركات، ويناسبك أيضا إعادة قراءة حساباتك،
يجب أن تستفسر عما لا يرضي فضولك، قد تضطر لمساعدة أحدهم، أو قد تطلب أنت المساعدة من أحدهم، أو تطلب التأييد بالرغم من كثرة الأعباء أو الأشغال. قد تحقق إنجازات رائعة وقد تلعب دورا مهما لمصاريف استشفائية. قد تسمع خبرا أو يلعب قريبا لك دور مهم، وقد تهتم بقضية شراكة أو تهتم بقضية عمل، أو تعالج الأمور بشكل دقيق، أو قد تهتم لأولويات مالية، وقد تجد الحلول وتجد التسويات حاذر من المشاكل المالية. سعدت بصحبتكم، خالص تحياتي لكم، وإلى اللقاء مع توقعات الغد إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.